بسان فرانسيسكو أقدم شخص عاري على ترهيب رواد محطة المترو من خلال تحرشه بالركاب وقيامه بحركات بهلوانية ومحاولته الاعتداء على عامل بالمحطة. الشخص اللي وصفه تقرير للشرطة فيما بعد بأنه يعاني من اضطرابات عقلية ونفسية بقي وقت كتير طويل قبل ما يتم إلقاء القبض عليه. They're sending SFPD. Ooh. Yeah. Oh my gosh, he's a tech. No, I have nothing. على انستغرام مجلة التايم طرحت سؤال وهو شو هي السعادة على غلافها، وكانت عم تتوجه لرواد الموقع انه يجاوبوا على هذا السؤال من خلال صورة بيلتقطوها هن وبيحملوها على انستغرام. طبعا اذا حابين تجاوبوا على هذا السؤال فيكن من خلال ذكر هاشتاغ تايم هابينس بالصورة مع تحديد مكان التقاطها. ولمستخدمي فيسبوك وتويتر منخبركن انه اظهرت دراسة اجرتها جامعة ميشيغان إنه الاستعمال الدائم لهالموقعين بيؤدي لميول نرجسية، وشملت الدراسة 486 شخص بين طلاب جامعيين وأشخاص معدل أعمارهم 35 سنة، وإنه هذا الأمر كان متساوي عند الشباب مثل الفتيات. وأخيرا من موقع الجديد منشير لخبر نشر اليوم وصار محقق حوالي 3000 مشاهدة عن اعتداءات جنسية تعرض لموظفين محليين من حرس السفارة الأمريكية ببيروت. يلي بيحب يطلع على تفاصيل أكثر في فوت على موقع الجديد دوت تي في. لهون نوصل لختام فقرتنا لليوم.